طيب خليني اقول لحضراتكم انه رجب عبد الله اللاعب المصري حاليا بيلعب في منافسات رفع الاثقال وزن 94 كيلو امام حضراتكم على الهواء. انا طبعا مش عارف دي اي محاوله من المحاولات، فهنحاول بس ايه كده نستنبط الدنيا ماشيه ازاي. المهم نتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق. الرباع المصري رجب عبد الله بيلعب في منافسات رفع الاثقال وزن 94، كان ربنا كرمنا باتنين برونز، محمد ايهاب وقبله ساره سمير، حاجه تفرح وحاجه تفتح النفس، وان شاء الله باذن الله نتمنى لرجب عبد الله التوفيق هو الاخر في منافسات رفع الاثقال. عارفين انه الالعاب الرقميه اللي من النوعيه ديت التدريب عليها لازم يبقى يومي، والرفعه ممكن تختلف يوم عن يوم، تبقى في يومك او ما تبقاش في يومك. على كل ان احنا بننقل لحضراتكم هون دلوقتي على الهواء الرفعه لبطلنا المصري رجب عبد الله في منافسات رفع الاثقال وزن 94 كيلو. شد حيلك يا بطل، اللعبة مش سهلة على الإطلاق الحقيقة ومحتاجة توازن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا انتوا عمالين تهيصوا فوق، لكن انتوا عارفين ده كام كيلو، رفع كام كيلو؟ ها 205 كيلو. طيب يا مسهل الحال. طب بالنسبة لبقية الأبطال التانيين ايه؟ دي المحاولة الأولى، هي مسهل الحال إن شاء الله بإذن الله. برضو هنطمن ونقول لكم الدنيا ماشية إزاي، وهنبقى متابعين اللي بيحصل في الأولمبيات. طيب على الجانب الآخر كنت بكلم حضراتكم على منتخب مصر لكرة اليد اللي تعادل مع البرازيل 27-27، ننتظر فرصة صعبة للغاية للتأهل. المباراة النهاردة زي ما كنت بتكلم إنه كان في فارق ما بيننا وما بين منتخب البرازيل لصالحنا، ولكن الفارق ده تقلص. البرازيل اللي تعادلت معانا في النهايه، فبقت النتيجه 27-27. الشوط الاولاني كان خلصان لصالحنا 15-13، واحنا اعلى واحنا افضل واحنا احسن واحنا كل حاجه في الدنيا كانت ماشيه بالنسبه لنا كويسه. رصيد منتخب مصر بقى بعد ما كده ما خلص المباراه 27-27، رصيد منتخب مصر بقى 3 نقاط في المركز الرابع بشكل مؤقت لحد ما تنتهي مواجهة بولندا اللي بتمتلك نقطتين أمام السويد اللي لا يمتلك أي رصيد من النقاط. المباراة الأخيرة لمنتخبنا الوطني هتبقى أمام ألمانيا، والمفروض ان احنا عشان نصعد هيحصل التالي. ده الموقف دلوقتي، المانيا في الصدارة 6 نقاط، سلوفينيا 6 نقاط، البرازيل 5 نقاط، مصر 3 نقاط، بولندا نقطتين، والسويد بلا اي رصيد من النقاط. عشان احنا نصعد ايه اللي يحصل؟ عشان احنا نصعد لازم السويد تكسب بولندا فتخرجها لنا خالص من الجيم، وكمان تخسر من سلوفينيا، واحنا ربنا يكرمنا ونفوز على المانيا. دي الطريقه الوحيده، يعني ده المخرج الوحيد لمنتخب مصر لكره اليد عشان يعدي. وترتيب المجموعه انا عرضته لحضراتكم. منتخب مصر للكره الطايره والاخر ودع الاولمبياد بهزيمته امام ايران 3-0. وحقيقه المنتخب الايراني منتخب قوي، يعني المنتخب الايراني فاز في الـ3 أشواط بنتيجه 28-26 و25-22 و25-16 على التوالي، واخفق الفراعنه في تحقيق الفوز الثاني في المسابقه. يمكن احنا كنا فوزنا امام كوبا ولم نوفق امام ايران. ترتيب المجموعه بقى كالتالي: الارجنتين 9 نقاط، بولندا 9 نقاط، روسيا 8 نقاط، ايران 7 نقاط، مصر 3 نقاط، وكوبا بلا اي رصيد من النقاط. ده الموقف بالكامل اللي حاصل في منتخب مصر للكره الطايره. نتائج مصر بقى في النهارده السبت في الاولمبياد في التجديف وفي في الرمايه. في التجديف عبد الخالق البنا ودع منافسات التجديف 2000 متر في الاولمبياد بعد ما احتل المركز الرابع في التصفيه الثانيه للدور قبل النهائي من المسابقه، بالرغم من تواجده في المركز الاول حتى الوصول الى نقطه 1500 متر. ماشي كده، ده في التجديف. في الرماية أحمد شعبان أنهى منافسات الرماية 25 متر مسدس سريع منافساته في دورة الألعاب الأولمبية بعد ما احتل المركز الـ23 بين 26 مشارك في المسابقة. عزمي محلبة ودع منافسات الرماية سكيت بعد ما احتل المركز الـ11 في الدور الأول في الوقت اللي يتأهل فيه 10 لاعبين للدور قبل النهائي، وده بفارق طبق واحد فقط عن أقرب لاعب متأهل. فرانكو دوناتو أنهى المنافسات اللي جاور خلالها عزمي محلبة في المركز الـ28 بين 32 مشارك في البطولة. وأحمد رجب
بطلنا المصري في الرماية ليزر، ودع البطولة في المركز 45 ب 45 نقطة عشان يفشل في التأهل للمنافسات. ناخد فاصل ها علشان نتكلم في الكرة العالمية، عندنا كرة عالمية فين انتوا مخضوضين من ايه؟ ناخد فاصل عشان نتكلم في الكرة العالمية، يلا. نبتدي بالمحترفين المصريين، احمد المحمدي تألق وقاد هال سيتي لتحقيق المفاجأة وهزيمة ليستر سيتي بطل الدوري وحامل اللقب 2-1. ليستر سيتي بداية بالنسبة له مش موفقة على الإطلاق. احمد المحمدي كالعادة موجود في التشكيل الأساسي لهال سيتي، خاض المباراة بالكامل، ساهم في الهدف الثاني لفريقه بعد ما لعب كرة عرضية أخرجها الدفاع بصعوبة عشان ترتد ل سوندجراس اللي وضعها في الشباك. كان منتخب اورجواي كان تقدم، كان مهاجم منتخب اورجواي عفوا تقدم بهدف لهال سيتي في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول، وده الهدف الاول في الموسم الجديد. رياض محرز تعادل في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني من ضربه جزاء، لكن روبير اللاعب الوسط الاسكتلندي سجل هدف الفوز لهال سيتي في الدقيقه 57 من تسديده قويه. بالنسبه للمحمدي تألق دفاعيا وهجوميا، ولكنه كان بارز في الجانب الدفاعي باربع تدخلات صحيحه واربع التحامات هوائيه. طيب نرجع نتكلم على منتخب اليد، لان احنا كنا منتظرين مداخله مهمه. معانا على التليفون كابتن عمر شوقي مدير منتخب مصر لكره اليد معانا من البرازيل. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وحسهلا بيك. كله تمام الحمد لله. والله انتوا فرقة محترمة، احنا برضو زعلانين، يعني احنا زعلانين مش زعلانين منكم، احنا زعلانين علشان احنا حاطين امال عليكم وعشان انتوا فيكم كل المقاومات لفرقة البطولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من مروان رجب لكل اللعيبة اللي موجودة. احنا انا حاسس بالشعب المصري كله، احنا كان نامل ان احنا نفوز النهارده ونسعد الجماهير المصريه. وطبعا التعادل بطعم الخساره، احنا كنا كسبانين طول المباراه. لكن يعني الحمد لله رب العالمين ان برضه البرازيل كسبت المانيا. طبعا هتوقف على نتيجه المباراه القادمه. احنا مستنيين دلوقتي نتفرج على السويد وبولندا، وفي حاله فوز السويد ده هيدينا دفعه قويا للتاهل. طيب هو الماتش ماشي كام دلوقتي؟ ماتش السويد وبولندا ماشي كام؟ فندم السويد وبولندا ماشي كام دلوقتي؟ كان فارق 2 الشوط الاولاني للسويد. طيب يا مسهل الحال يا رب، يا مسهل الحال. طيب يا رب ان شاء الله. ايه الاسباب من وجهه نظرك؟ يعني انا هقول لك الناس بتتكلم ازاي. الناس بتحترمكم جدا على فكره هنا في مصر ومتابعاكم وبيحبوكوا جدا جدا. لا اليد تحديدا كده له مقام خاص، بس الناس برضو واخده على خاطرها لانه الماتش اللي فات ده ماتش غريب جدا، احنا نكسب بولندا النتيجه كانت كبيره، وبعدين الناس النهارده قالت لك احنا راكبين الماتش بتاع البرازيل برضو ليه فرطنا في النتيجه وسط التعادل. ايه من وجهه نظر حضرتك ايه السبب؟ كوجهة نظر فنية أنا ما أقدرش يعني أتدخل في وجهات النظر الفنية، بس بصفتي يعني دولي صادق، إحنا طبعًا المباراة دي إحنا يعني ما نلومش حد أكتر من إن إحنا فرطنا في الفوز. فرطنا في الفوز. إحنا كنا كسبانين. طبعًا برضو مش هقول لك إن عامل الجمهور والحكام، ومش هنتكلم برضو على التحكيم لأن مش من حقي. إنما الصالة هنا التشجيع فوق القانوني، ويعني اكنك في استاد القاهره، ومع ذلك الفرقه لم تهاب الجماهير ولا الحكام، واحنا لازم طول الماتش على سوء توفيق في اخر بنالتي، انما يعني ما انت شايف الاحمر الاحمر 9 تجوان طول الماتش ومبهدلهم، يعني هتقول ايه؟ ببلغ
بدلك. يعني طيب ماتش بولندا، ماتش بولندا ده ايه اللي حصل فيه؟ لانه انا اقول لك برضو الناس قالت ان انتوا ما كنتوش مركزين قوي في ماتش بولندا، لسه عايشين الافراح بتاعت ماتش السويد، ولذلك خسرنا بولندا اللي الكل كان متوقع ان مصر هتكسبها بسهولة. هو احنا هي يمكن المنتاليتي بتاعت اللعيب المصري ان هو لما بيكسب ماتش ما بيبقاش مركز، في عده عوامل كتيره. يمكن اول ماتش نلعبه الصبح بدري كده الساعه 11، لان احنا اقلمنا الاولاد على انهم يصحوا بدري. كابتن ابراهيم احنا ضيعنا في ماتش بولندا 21 كوره، يعني منهم 7 كور في العرض، 7 كور في العرض. يعني انت لو دخلت ثلث ال 21 دول انت تكسب المباراه. وانت بتلاعب حارس المرمى لوحده، ايوه حارس مرمى نسبته عدت ال 45%. يعني في ظروف بتبقى، يعني مش انا طبعا ما بلتمسش في الاعذار، لكن انا فاهم، انا فريق فاهم حاجه بتتكلم فيها. فريق واعد وصاعد وفريق محترم. يكفي ان مدرب البرازيل بعد المباراه يكلم الكابتن وران هارد لك، يقول له هارد لك على التعادل. انا عارف ان هو خسران المباراه. الجمهور هنا، الفرق كلها بتحترمك، كل الفرق بتحاول تعمل لقاءات معاك، عايزه تلعبك قبل كاس العالم. ما بيننا لغايه دلوقتي 3 دعاوي في 3 دورات، احنا فرقة وده محترم عشان ما فيهاش انت شك، احنا فرقة محترم. محترم ما فيهاش شك، بس كنا طمعانين بصراحة اكتر من كده، مش هكدب عليك، احنا كنا طمعانين على الاقل نعدي الدور ده كده، نوصل لادوار اكتر من كده وكانت ان الدنيا شاء تمشي. الله دعواتك يا كابتن ابراهيم، ان شاء الله هنعدي المانيا ونوصل ان شاء الله. يا مسهل الحال يا رب، بس الاول السويد تخلص لنا على بولندا، يا مسهل الحال على بولندا ان شاء الله، ان شاء الله باذن ان شاء الله. الله. النتيجة دلوقتي واعتقد تعادل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بشكرك شكرا جزيلا كابتن عمرو شوقي، عمر شوقي، كابتن عمر شوقي، مدير منتخب مصر لكرة اليد. نرجع تاني، كنت بتكلم على المحمدي او تألقه من بعد المحمدي بقى رمضان. رمضان غاب النهارده على لقاء ستوك سيتي، وستوك سيتي ده اول لقاء ليه في الدوري، تعادل مع ميدلسبرا 1-1. نجريدو كان سجل في الدقيقة 11، وشاكيري سجل لستوك سيتي في الدقيقة 67. ميدلسبرا كان هو اللي افتتح التسجيل في الدقيقة 11، وتعادل ستوك سيتي من ركلة حرة مباشرة. رمضان كان موجود مع ستوك سيتي في المباراة، ولكن جلس في المدرجات لخروجه خارج القائمة لأنه لسه مش جاهز للمشاركة مع ستوك سيتي، وفقا لتصريحات المدير الفني مارك هيوز. يدخل على مهله الفرقة علشان يعمل أحسن حاجة إن شاء الله بإذن الله، ومش مستعجلين عليه لانه هيجي وهيجي وقته ان شاء الله باذن الله، دي اول ماتش يعني. بالنسبه لمواعيد مباريات المحترفين علشان حضراتكم بتسالوا عليها، في الدوري الانجليزي عندنا ارسنال اللي بيلعب له نجمنا المصري محمد النني، هيلعب ان شاء الله باذن الله بكره الساعه 5 مساء. ارسنال وليفربول ماتش حلو جدا. في الدوري البرتغالي فيتوريا جيمارياش وسبورتنج براجا الساعة 9:15، نجمنا أيضا المصري أحمد حسن كوكا. سبورتنج براجا خدوا بالكم بيمرنوا دلوقتي بزيرو، المدير الفني اللي كان بيدرب النادي الأهلي، وأحمد حسن كوكا ما كانش لعب الماتش اللي فات، والراجل كان جدد الثقة فيه وقال هيبتدي بيه، هيبدأوا الماتش ده. يا مسهل الحال. رابير سويل هيلاعب بازل اللي بيلعب له نجمنا ايضا عمر جابر، ده الساعة 3:30 بكرة. ماشي، يبقى احنا عندنا ايه 3:30 5، وعندنا في الدوري السعودي الاتفاق واهلي جدة عشان نتفرج على عبد الشافي الساعة 8:15، وبعدين احمد حسن كوكا الساعة 9:15. يعني اليوم بكرة يوم محترفين من اوله لاخره. بداية كانت متعثرة لجوارديولا مع مانشستر سيتي، بتنتهي بفوز صعب على سوندرلاند بنتيجة 2-1. جوارديولا بفريقه الأسطوري مانشستر سيتي فاز على سوندرلاند لكن بصعوبة بالغة. أجويرو كان سجل في الدقيقة 4، وكان جيرمين ديفو كان تعادل، وماكنير كان سجل في الدقيقة 84. كان مدافع ساندرلاند باتريك ماكنير كان سجل هدف بالخطأ في مرماه قرب النهاية عشان يكسب مانشستر سيتي بنتيجة 2-1. نروح لدورة الألعاب الأولمبية في كرة القدم. ألمانيا في نصف نهائي الأولمبياد باكتساح البرتغال ب4 أهداف دون مقابل. منتخب ألمانيا بفوز عريض، بفوز كبير. سيرجي نجم أرسنال كان سجل في الدقيقة 45، جنتر لاعب بروسيا دورتموند كان سجل الهدف الثاني في الدقيقة 57، وفي الدقيقة 75 كان تشيلكي مسجل الهدف الثالث، و
ماكس ماير قدام حضراتكم كان بيسجل الهدف الأخير في الدقيقة 87 كده. المنتخب الألماني اتأهل للدور نصف النهائي من الأولمبياد. نتابع مع حضراتكم. Состав сборная Португалии атакует. Перевод мяча направо. Очень хорошая скорость. И подача. Рикошет. Летит в штрафную площадь. И тащит Хорн. Сумасшедший мяч. Начало. А вы говорите, олимпийский турнир никому не нужен. Клостерман плечом коснулся. И вот смотрите, Мане и Тим Камеруна. Сборная Германии тот четвертьфинал завершила победой 4-0. И после этого олимпийских четвертьфиналов у сборной Германии не было, как и вообще не было олимпиад. И вот сейчас Серж Гнабри, внимание, удар поворотом и далее поговорим попозже. У них с олимпиадами весьма своеобразные взаимоотношения. Вот удар, мяч летел мимо ворот, но Барелла не мог видеть этого. Слишком стремительно развилась атака, и поэтому он бросился влево и потащил мяч. От сборной Германии на групповом этапе очень красиво играет Джереми Тобиан. Передача дальше, Гнабри может... طيب اخر خبر عندي في الفقره العالميه، اجاي بيشارك في فوز نيجيريا على الدنمارك والتاهل لنصف النهائي الاولمبياد. اجاي ده مهاجم النادي الاهلي الجديد اللي وقع معاه وهيجي والدنيا مولعه سخنه. ادي اجاي ماشي كده، ده لا مش هو اللي سجل الهدف، يعني هو شارك في اللقاء في الدقيقه 85 بدلا من صديق عمر لاعب روما. ده الهدف اللي كان اتسجل في اللقاء عن طريق جون اوبي ميكيل لاعب تشيلسي وأمار لاعب عثمان سبور التركي. من المفترض انه المنتخب النيجيري هيقابل المنتخب الالماني في الدور نصف النهائي للمنافسات المقرر ليها يوم الاربع. والحقيقه انه نيجيريا بتعرف توصل كويس في الاولمبياد والفرق الافريقيه كمان تحديدا بتعرف تعمل نتائج طيبه في الاولمبياد. نتابع طيب احنا نتابع مع حضراتكم. Нет нарушения правил и это 2-0. И это Умар делает счет 2-0 в пользу сборной Нигерии. طيب عايز ارجع بقى مع حضراتكم رجب عبد الله في الرفعه، اعتقد دي الثالثه، المحاوله الثالثه ليه، وبيرفع وزن 213 كيلو. انا الرفعه الاولانيه هي اللي شفتها وكانت رفعه ناجحه. الثانية كانت 211 ولم ينجح فيها، إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمه في الرفعة الثالثة. شد حيلك يا بطل، يعني أو يعني دي من أصعب اللحظات التركيز. يا مسهل حال يا رب، يا مسهل حال يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دي الرفعة الثالثة، أنا طبعا مش عارف كده مرشح لميدالية. طيب يا مسهل الحال يا رب، طيب ربنا يجعلها يعني بشرة خير. هو رفع الأثقال ده هو بالفرحة ديت، بالفرحة اللي هو عملها دي، يبقى احنا كده فيها ميدالية. يعني هو مش هيفرح الفرحة دي أونطة، لأن أنا للأسف مش متابع. زمايلنا في الإعداد قولوا لي بالظبط إيه اللي بيحصل بالنسبة للرفعات التانية للمنافسين. هو رفع الرفعة ديت بنجاح ب 213 كيلو، ما نجحش في الرفعة اللي فاتت 211 اللي احنا ما شفناهاش مع حضراتكم. الرفعة الأولانية نجح فيها، ده البطل المصري رجب عبد الله اللي بيلعب في منافسات رفع الأثقال وزن 94 كيلو. يا مسهل الحال، ده 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 المنافس التاني قطعت ولا انا شفت اي حاجه. طيب المفروض ان في منافس اللي هيلعبه ده، ما تعرفونا المنافس ده هيلعبه على وزن قد ايه، ولا هيلعب ايه، ولا تكملوا تتموا جميلكم لاخر 214. دي المحاوله الثانيه للراجل اللي قدامه ده، جنسيته ايه يا جماعه؟ ده المفروض المنافس لرجب عبد الله في وزن 94 كيلو. دي المحاولة الثانية 214، ده بيلاروسي 214 برضه نفس التركيز. يا مسهل الحال، طيب ده حاجة عظيمة خالص. هناخد فاصل وبعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم في السوبر. أنا هتكلم على قضية النادي الأهلي. هنتكلم في كل الجوانب وكل المشاكل اللي حصلت في الفترة الأخيرة واللي يمكن فتحها هزيمة النادي الأهلي في نهائي بطولة الكأس، وأيضا كمان الخروج من البطولة الإفريقية. هفتح التليفونات لحضراتكم، كمان هتشاركوا معانا من خلال الهاشتاج بتاعنا السوبر الأهلي.
وهنقرا كل ردود افعالكم، رايكم ايه في التصريحات اللي يمكن خصنا بيها مارتن يولا عن طريق مترجمه فيما يتعلق بانه الراجل مكمل مع النادي الاهلي وبيعت جماهير النادي الاهلي بالافضل، وانه يشعر بالحزن والتفاصيل اللي احنا ذكرناها لحضراتكم او سمعتوها من خلال المداخله الخاصه للاستاذ ابراهيم عبد الله مترجم مستر مارتن يولا. هنتكلم في كل التفاصيل دي بعد الفاصل اللي جاي، وكمان نجمنا المصري رجب عبد الله نتابع نشوف عمل ايه.